الموضوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكرك على الدعوه. ملف الاداره المحليه ملف ثقيل، بس انا عايز اقول قبل ما نخش في تفاصيل ان احنا مصر من اقدم الدول التي كان لها تقسيم محلي واداري، والمكون المحلي فيها مكون ثري. المتخصص يعلم هذا، ولكن المواطن طبعا همه اولا واخيرا ان هو يصحى من النوم اول حاجه بيعملها بيفتح الميه، ده محليات، بيفتح كهرباء، ده محليات، بيبص من الشباك على الشارع يلاقي القمامه او الضوضاء، ده محليات. المحليات داخله في حياه كل واحد عايش على ارض مصر بكافه تفاصيلها. ممكن سعادتك تقعد حياتك كلها ما تروحش وزاره الصناعه، مالكش اهتمام معاه او يعني مصالح معاه، ولكن مفيش حد في مصر ما بتعملش مع المحليات. حقيقة أنا دخلت المعترك السياسي عشان هذا الملف، يعني أنا داخل عارف أنا عايز إيه وبعمل إيه. إحنا عندنا قوانين كثيرة وتعقيدات كثيرة أيضا في القوانين. لازم نفرق ما بين الإدارة المحلية والحكم المحلي. إحنا ملزمين دلوقتي بنصوص دستورية واضحة. نص الدستوري انتهى إلى ان احنا عندنا ادارة محلية بصلاحياتنا مركزية كبيرة. القانون الجديد اللي احنا بنعده حاليا، احنا اقصد مصر يعني بتعده، المفروض يتناول شقين: الادارة المحلية بمفهومها الاوسع من خلال ما يسمى، انا حاول ابسط الكلام لان الموضوع تقيل، الوحدات المحلية اللي هي القرى والمراكز والمدن والمحافظات، اختيار رؤساء هذه الوحدات، صلاحيات الممنوحة رؤساء هذه الوحدات، والهيكل المؤسسي والدورة المؤسسية لمسألة الإدارة المحلية، الهيئات والمجالس اللي بتتعامل مع الإدارة المحلية. ده الشق الأول في القانون. الشق الثاني هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، وهي بقت مجالس محلية مش مجالس شعبية محلية وفقا للنص القانوني. وده أيضا الدستور انتهى إلى نصوص واضحة مفصلة لا تقبل تأويل في مسألة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية. يبقى إحنا عندنا النهاردة إدارة بتدعم أو يعني بتضمن كفالة الدولة بدعم اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وده كان حقيقي مطلب كل الناس اللي اشتغلوا في المحليات من محافظين أو محافظين تم ترقيتهم إلى وزراء للتنمية المحلية. إحنا ما عندناش حكم محلي في مصر. احنا الدولة فيها مركزية سياسية، وده امر مطلوب ومتفق عليه ولا خلاف عليه، لكن احنا محتاجين نطلق يد رئيس الوحدة المحلية عشان يتخذ قرار لا مركزي يحقق السرعة. طب رئيس الوحدة المحلية ده منتخب ولا ما هنا بقى يعني احنا اصلا حكاية الانتخابات طريقة الاختيار، مين المحترف ومين المنتخب؟ طيب المحترف يعني هو موظف يعني.